هو الموضوع هذا طبعا متقدم من هيئة الرقابة الإدارية من 4 شهور فاتوا اللي تحول لمجلس النواب، ورئاسة مجلس النواب حولات اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية أيضا تعانت بأعضاء من اللجنة الرقابية. طبعا هو الموضوع كالتالي، موضوع المواد هذه تحديدا يعني كانوا عند هيئة الرقابة الإدارية زمان اللي هو في النظام السابق، كان في حاجة مع المراجعة المالية اللي هي ديوان المحاسبة اليوم، وفي الرقابة الشعبية. مزبوط. يعني كل حاجة وشغلها. المراجعة المالية اللي هي مراجعة المستخلصات وغيرها. اللي بالنسبة لموضوع الرقابة، الرقابة اللي هي العقود الإدارية. طبعا هذا كله كان موجود في هيئة الرقابة. فلما مجلس الوطن الانتقالي بمجلس الجسمين هذا في جسم واحد، فخلطت صلاحيات خشت في بعضها حقيقة، بعدين فصلوها في 2013 ورجعت اللي هي ديوان المحاسبة وهي الرقابة الإدارية. فبعض الاختصاصات من هيئة الرقابة الإدارية بشكل ديوان المحاسبة. فالرقابة الإدارية زي ما قلت لك من 4 شهور فاتوا تقدموا لمجلس النواب بمذكرة، ورجعت هذه المذكرة وشفنا أن هذا هو الشيء الصحيح. مني شفتوا سعادة النائب، من اللي كان معاكم في هذا الموضوع؟ هل عرضتوا الموضوع على مثلا اللجنة الرقابية في البرلمان؟ إيه طبعا، في أعضاء من اللجنة الرقابية موجودين، كانوا مع اللجنة التشريعية في الموضوع. طيب في ناس تقول أن أنتم بديتوا الجلسة بمواضيع متاع أندية وكورة ولم تدرج، لم يدرج هذا الموضوع المهم الحقيقة وفي غاية الأهمية. أنا أحس فيك أنك يعني سعادة النائب أنك مخفف من كبره شوية ومهم، يعني لماذا لم يدرج في جدول الأعمال متاع ذاك اليوم لما صوتوا كنواب؟ شوف بالنسبة لجدول الأعمال حتى الرياضة ما كانتش في جدول الأعمال، الوقت محاصرنا والموضوع هذا لي 4 شهور وكنا عارفين من بداية الجلسة أنه راح ينطرى يعني. وهذه قوانين تتخذ من حضر. كم 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 عضو مجلس نواب صوت على هذا القانون؟ لأن القانون يعني حسب ما سمعنا عليه قانون نقل الاختصاصات هذا تم بعد المغرب وكان عدد قليل جدا من النواب حاضرين، هل هذا صحيح ولا لا؟ والله تقدر تقول صحيح، هو قبل المغرب مجال، لكن احنا نستنى بعض المرات حتى ما نلاقيش المشكله يعني مش اول مره هذه. طيب انت حضرتك قلت ان لي الموضوع اربع شهور عندكم وتدرسوا فيه، هل درستوا فعلا امكانيه عمل الرقابه الاداريه بالاختصاصات؟ هي هل تقدر فنيا الرقابه الاداريه ان هي تشتغل الشغل هو حتى لو تم التسليم والاستلام واللي حضرتك رئيس مجلس حضرتك موجود فيه القرار اللي طلع قبل شويه شبحناه سيد نافع؟ نعم 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 نعم. شوف احنا بالنسبه لهيئه الرقابه الاداريه حتى هو جسم قديم ومش جديد، يعني مش حاجه غريبه زيكم هم. بعدين الاختصاص هذا لما هم شافوه انه هو هذا اختصاص اصيل لهم، فاذا هم المفروض يكونوا عارفين شو قاعدين يديروا يعني. يعني هم بس لان هم قالوا لكم ان هم قادرين ويبوا هذا الاختصاص اعطيته لهم، ما درستوش انتم كمجلس؟ مش اعطيناه لهم احنا، هذا الاختصاص موجود من زمان بهيئه الرقابه الاداريه استاذ احمد. لا لا هو مش متفق معك في هذا الكلام، لكن تو يكون معنا زياده بعدين يفصله، لان كانوا متوحدين كجسم واحد سيد نعم. ناصر نعم إيه. نعم انا تو اللي نسال عليه، خليني من الماضي، يعني من 2013 موجودين كما هو عليه ديوان المحاسبة، هل رأيتم تقصير في أداء ديوان المحاسبة؟ هل لقيتوا مشاكل في العقود اللي دارها؟ وهل في الجهة الأخرى لقيتوا الأمان مثلا ولقيتوا الكفاءة في الرقابة الإدارية عشان تنقلوا هذه الاختصاصات خصوصا الرقابة المصاحبة سيد النائب؟ والله تو أستاذ أحمد بخصوص أنا لا أشكك في ديوان المحاسبة ولا قدراته ولا شغله، وايد انا قلت لك لما جاني الموضوع جانا كاختصاص في الرقاب ومدير المذكره هم توضيحيه وشارحين فيها كل شيء، واجتمعنا القانونيين عندنا مجلس النواب واللجنه التشريعيه وهي اللي حولت المبيعات بعد الاستشارات. يعني هل ترى سيد ناصر، هل ترى ان هذا القانون مثلا اولويه عندكم
يعني مجلس النواب عنده كثير من مشاريع القوانين المفترض أن يؤدي واجبة فيها، الرقابة أيضا على الأجهزة الرقابية، هل هذا التغيير يعني مناسب حاليا؟ يعني أكيد في سبب، لقيته في مثلا فشل في الديوان فبتنقلوه للرقابة الإدارية، لكن هيك وخلاص بس لأن كان زمان عندهم بترجعوا له، هذا هو السبب بس سيد ناصر؟ هذا لأن الرقابة الإدارية زي ما قلت لك لما تقدم أي جهة تقدم مذكرة توضيحية هي الشغل عليها، ما عرفش أنا باقي القوانين شنو اللي تحكي عليها متعطلة، مع الناس حاجة تعطل صراحة. ما فيش حاجة معطلة في مجلس يعني ما عنديش بالتعطيل اللي تحكي عليه، يعني حتى أنا هذا موضوع الرقابة من أربع شهور فاتوا مش اليوم ولا أمس جايهم. درستوا كويس في خلال الأربع شهور؟ والله على حسب، والله أعلم طبعا إحنا درسناه كويس وما وصلناش وخذينا القرار هذا إلا بعد قناعة كاملة. يعني يا ريت تقنع الناس حتى معاك سيد ناصر وتقنعني. أنا اللي هنا قلت لك شنو يعني السبب الوحيد اللي فهمته منك انه هو فقط لان كان تفاصيل رجع لي بس يعني في اقاويل اخرى سيد النائب تتكلم على ان في مشاكل في موضوع الكهرباء، في فلوس في موضوع كورونا، وديوان المحاسبه مسكر على فلوس، في ناس تتكلم بهذا الكلام، انا لا اعرف يعني اسال فيك، وان هذا تسهيل للوصول الايادي هذه للفلوس هذه، كيف ترد على هذا الكلام؟ والله ان شاء الله احنا الرقابه حتستكمل الشغل اللي بدا ديوان المحاسبه، ما اعتقدش انه في حد يعني واللي بده يتحاسب بيتحاسب عليه اكيد. يعني احنا واخذينها بفكره ان هي الاختصاصات هذه لهي الرقابه الاداريه، فبعد التداول لقينا ان هي اختصاص اصيل لهم ورجعت وبس، يعني ما فيش حاجه. كيف اعطيني منين كيف عرفت حضرتك قلت ليك اربع شهور دارس الموضوع او تدرس فيه، كيف عرفت ان حتى مش بعدين نثري النقاش مع زميلي او ضيف الاخر الدكتور مجدي، كيف توصلتوا ان الاختصاص هو اختصاص اصيل للرقابه الاداريه مش لديوان المحاسبه دكتور سيد عبد الناصر؟ هي ما هذا بعد رجوع اللوائح والنظم الخاصه بالهيئه والديوان، بعدين هذا طبعا شيء قانوني، السيد رمضان استاذ رمضان شنبش اكثر مني يعني دراية بالموضوع هذا. لا يوجد اي اسباب اخرى الا هذا السبب. اشكرك جزيل الشكر سيد عبد الناصر بن نافع عضو مجلس النواب الليبي، اشكرك جزيل الشكر.